شكرا جزيلا لك. نعم، تابعت تصريحات سفيرة المملكة المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة هيلدا توماس، التي قالت أنها تحدثت مع كثير من البلدان وحثتهم للضغط على إيران. هذا في إطار أن العلاقات السودانية الإيرانية أودتها لعلاقات انقطعت منذ 7 أعوام. نعم عادت الآن هذه العلاقات في هذه الحرب، بعد أن بدأت الحرب وليس قبل الحرب. كلنا تابعنا، ولكن الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية تكيل بمكيالين. الولايات الأمريكية وهذه السفيرة نفسها هي حاضرة في جلسات مجلس الأمن الدولي، التي اطلعت إلى تقرير لجنة الخبراء الدولية التي اتهمت أو ذكرت صراحة أن لديها من الأدلة تؤكد دورة الإمارات المتحدة نعم في دعمها لقوات الدعم السري. وهذا الدعم كان واضحا، أننا شاهدنا قوات تقاتل في الخرطوم وفي السودان بصورة عامة بدعم سخي ولوجيستيك مقطوع النظير. ولأول مرة نشهد تدخل سافر لدولة أمام صمت المجتمع الدولي. وهذا التقرير لم تقدمه البعثة السودانية ولم تقدمه أي منظمة سودانية، إنما قدمته لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والتابعة للأمم المتحدة أيضا. فهذا نقرأه في إطار أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، كأنها تريد أن تقول للشعب السوداني وللسودان أنها لا تريد أن تكون هنالك دولة سودانية قوية تتمتع بعلاقات ندية، علاقات وفقا لمصالح مشتركة بينها وبين دول العالم. لذلك كأنها تريد أن تقول يجب أن لا تجد الحكومة السودانية والشعب السوداني الدعم حيال ما يتعرض له من اعتداء سافر وتدخل سافر من بعض الدول الطامعة في الموارد السودانية وفي السودان لديها مطامع. وهذا كان واضحا بجلاء في تصريحاتها وفي مواقفهم المتأرجحة. نحن تعودنا من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل بسياسة الأصل والجزرة، وأن تكون موجودة في كل تلعب في كل الخيوط وتعمل من أجل مصالحها فقط، وتدعي أنها تقف على مسافة واحدة وتعمل من أجل السلم والأمن الدوليين، طيب ولكن بسلوكها كأنها تريد أن تقول لنا أنها في إطار مصالحها لا يأبه أها أن تكون الأمن والسلم الدوليين في خطر، أو أن يتعرض شعوب العالم إلى ما يتعرض له بإحاكات جسيمة، وحقهم في الحياة يكون مسلوبا بتدخل لدول أجل مصالحها. ولكن عندما طيب يكون الأمر سيد في خالد، إطار اعذرني هنا على المقاطعة. طيب في ظل سياسة الولايات المتحدة، تحدث بأنها يعني هي سياسة تتبع سياسة ازدواجية في المعايير. طيب في ظل سياستها هذه، وأيضا في ظل تقاعس الدول الإقليمية بإيجاد حل ينهي الأزمة اليوم في السودان، من القادر اليوم على إنهاء هذا الصراع الذي يعني بعد أيام سيطوي أو هذا سيطوي هذا الصراع عامه الأول؟ أنا أقول لك أن الشعب السوداني هو الوحيد وهو القادر على أن يحسم هذا الصراع وأن يضع حد لهذا الصراع. هذا الصراع يمكن تكون لاحظتي سيدتي الكريمة أن هذا الصراع وحد الشعب السوداني ووحده في صف واحد، بعد ما تأكد للجميع أن هذه الحرب تقف خلفها دول ذات مطامع في السودان تدعم وتستقل هذه الميليشيا وتستقلها لتستخدمها في تدمير السودان. وهذه الحرب ليست ضد الجيش السوداني فحسب، إنما هي حرب ضد الشعب السوداني كله. هذه الحرب مستنا جميعا كسودانيين، وهذه الحرب تدمر في ممتلكات الأفراد المواطنين الأبرياء العزل، نعم وتعرض حياتهم للخطر، تدمر السودان في بنية التحتية وتستهدف السودان. نحن هذا نقرأ هذا المشهد من هذه الزاوية، ونفتكر أن هذا الأمر أمر يعني السودانيين في المقام الأول. هنالك تقاعس كبير، هنالك تآمر كبير من كثير من الدول، وهذا لا يعني أن كل العالم يتآمر على السودان. هنالك دول صديقة ومحبة وتتعامل وفقا للمصالح المشتركة فيما بينها وبين السودان، ولعبت دور ولا زالت الآن تقف مع الشعب السوداني في إطار المصالح المشتركة فيما بينها وبين الحكومة السودانية وبينها وبين الشعب السوداني. ولكن نشهد أن هنالك دول
الآن مثل الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الذين يعني تدافع عنهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستميت في أن توقف الدعم ممن هم يعني ترى أنهم خصوم لحلفائها في المنطقة. نحن نفتكر أن السودان للسودانيين، والمشكلة السودانية ستحل في إطار إذا ما رفع الجميع أيديهم من التدخل في الشأن السوداني. السودان قادر أن يجلس أبنائه ليعالجوا وليحلوا مشاكلهم في إطار الحوار السوداني السوداني، نعم سيد وفي خالد، إطار نتمنى مناقشة كل الخير، نتمنى كل الخير للسودان ولجميع دول القارة الأفريقية. شكرا لك، سنكتفي معك هنا. كان معي من غانا خالد ثالث أبكر، رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية. أشكرك جزيل الشكر.